ويسب لي والديا، قال لي الله ينعل لك الوالدين. هدى الناشطة الله يدير لها شي تاويل، باللي ديك السيدة الناشطة كتنوض كتحرطني عليه. وناضو ويقول لها راه مولا نوبة، قال لها كيف ما دخلت هذيك للحبس دخلتها فين تربى، باقي لي هذاك. السلام عليكم، معكم محسن، 26 سنة، مزوج، عندي جوج وليدات، عايش على قد الحال الحمد لله. المهم بغيت نتكلم اليوم في واحد الموضوع ضروري، هذا الموضوع هذا ما كنتش باغي نهضر عليه صراحه، ولكن دعتني الضروره باش انا ضروري نهضر على حقي ضروري. المهم ندخلوا في صلب الموضوع. واحد السيد هضرت معاه، واحد السيد كتكلمت معاه، دويت معاه عادي في مجرد اخوه، هضرت انا وياه، قلت ليه انت خويا الا كان ممكن. المهم انا كنكون خدام، الناس راه بزاف اللي شافوا الفيديوهات راه غيقدروا يعرفوني، ملي كنكون خدام انا في العراس وهادي وهادي، راه كيكون هو معروض كيجي عندي، كيقول لي يعطيني نغني وهادي. المهم كنعطيه يغني، كنقول ليه مرحبا هكا، واخا ما خاصنيش اصلا انا نعطيه، لحقاش هذيك الوقيته اللي غادي يشد ليا هو ثلاثه السوايع ولا اربعه السوايع اللي غادي نخدم فيها انا، هذيك الوقيته راه خاصني انا نقلب على راسي نجيب واحد اللي كيخدم في هذا الدومين غادي يقدر يفهمني. المهم كنكبر بيه، كنعطيه ميكرو كنقول ليه هكا غني مرحبا، كنكبر بيه وهذه ماشي مشكل. المهم هضرت معاه قلت ليه خويا انا راه مصوب واحد القناة، الا كان ممكن انت عندك بيبليك وكيف ما انت كتعاون الناس وكنشوف الفيديوهات ديالك وكتعاون الناس وهذه، تعاون معايا حتى انايا، راه عندي وليدات كنجري عليهم، وعندي والدين حتى هما مساكن غاكارين كنعاونهم، عند بحال جوج عائلات انا مكلف بهم. المهم ما جاوبنيش، طلع ليا في ما جاوبنيش، ما تسوقش لهضرتي، انا بقى فيا الحال، حسيت بحال شمتني بحال تحقرت بحال هادي. المهم خرجت بواحد الفيديو درته وقلت ليه علاش اخويا ما جاوبتينيش، قال لي كاين اللي ما انت وضع لله يا رفاعه وهادي، وانا راه ما طلبت منك حتى شي حاجه خايبه. المهم لحت هذاك الفيديو، جيت انا والمدام ديالي عند الوالده، جينا بحال هكا مريحين، جاتني ابيل اخويا، جاتني مكالمه، جاوبت درت هوت بارلور، جاوبت واحد اللحظه مني جاوبت بدا يهضر معايا ويسب ليا والديا، قال لي الله ينعل لك الوالدين. ومني لحتي داك الفيديو والله لا دوزتها لك. المهم انا اصلا عندي كل شيء مسجل، مسجله في اوديو، وسب لي والديا وعايرني واحتقرني لحقاش، بحال دارني حيط قصير، قال هذا بالنسبه لي راه ساهل. المهم سبني وعايرني واحد اللحظه، المهم مني سبني وعايرني انا كل شيء شادو عندي، وهاد الوالدين اللي كيعاير لي فيهم وكيقول لي الله ينعل لك الوالدين، هاد الام هادي عندي تعذبات وصهرت لا هي للوالد ديالي، الوالد ديالي في السن 74 عام، وهاد الام ديالي عايشه غير بالدواء، كنمشي نتقاتل وخا نصور غير 100 درهم كنجي نقسمها معاهم ومعاونهم في الكرا، وكيخلصوا الكرا ببرط ما كارينها كيخلصوا 32000. انا راه ساكن غير في بيت في السطح وما ناسيش والديا، باش هاد السيد هذا كيعاير ليا في والديا وكيسب ليا في والديا وباغي يقلب ليا الايه على ظهري، ما خاصنيش نسكت على هادشي. والحمد لله راه عندنا القانون في البلاد، راه كاين القانون في البلاد، راه القانون لا يحمي المغفلين. المهم هاد السيد هذا ريحت انا، كنت مريح جاتني واحد المكالمه
من عند واحد السيده كنعرفها قالت لي يا محسن دخلت تفرج في واحد اللايف راه جابدينك فيه، راه شنو قالوا وشنو قالوا وشنو قالوا. قلت لها صافي اختي قطعي راه انا غادي نشوف هذا اللايف. المهم بقيت متبع اللايف كنتفرج، هو كيدير داكشي ديال المداخله، زعما راه كاينين الناس كيدخلوا من البيبليك اللي عنده، وهذاك البيبليك والله كنحلف قسمت فمي بالله ونطير على ولادي ما تيعيطوا ليه ناس ديال دوك البيبليك اللي عنده، والله ما كيجاوبهم باش يديروا مداخله غير بيناتهم هما. المهم عيطت لي واحد السيده مرت صاحبه، عيطت اشنو قالت؟ قالت لي على ديك السيده هدى الناشطه، الله يدير لها شي تاويل، باللي ديك السيده الناشطه كتنوض كتحرضني عليه. قالت لي انا شوفوا محسن عيرو وسبو وسب ليه مرتو وسب ليه والديه، راه انا غادي نديك عند ولد الحوات تولي تشد 10 مليون. تخيلوا لي دابا اخوتي انا غادي تنوض وحده غادي تجي تقول لي شوف لا بغيتيني نطلع لك القناه وهادي وهادي، عير هذاك سبوق وسب ليه الوالدين وسب ليه هذاك الشيء، راه غنديك عند ولد الحوات تولي تشد 10 مليون. واش اخوت وود الحوات هو كنوجه ليه واحد التحيه كبيره لحقاش هو فنان كنحييه من هذا المنبر، واش عط الله وود الحوات غادي نمشي نخدم معاه انا وغيعطيني 10 مليون؟ شنو اشنو واخا نكون انا ما عرفتش اشنو غادي ندير هاد وود الحوات؟ انا مشيت خدمت معاه راه ما يمكنش، راه شي حاجه امبوسيبل. وناضو ويقول ليها راه مولا نوبه، قال لها كيف ما دخلت هذيك للحبس دخلتها فين تربى باقي ليا هذاك. انا كنقول من هذا المنبر الى عندك عليا شي دليل اخويا، الى عندك عليا شي دليل باللي انا سبيتك ولا ضربتك ولا شتمت فيك ولا عيرت لك مرتك ولا عيرت لك والديك، يدك طويله عليا. تابعني في القانون، تابعني في اي حاجه، ما عنديش المشكل. انت اللي عيرتي ليا والديا، سبيتي ليا والديا عيرتيهم ليا، علاش؟ بحال احتقرتيني، قلتي هذا واقيلا من الطبقه الفقيره ما يهمش، واخا نعيرو واخا ندير ليه واخا نفعل ليه واخا نترك ليه، قلتي هذا راه بالنسبه ليا راه والو. لا كاين الله، واخا ما عندنا لا جمعيات يوقفوا معانا، ما عندنا حتى شي حاجه، معانا الله سبحانه وتعالى، وكنجريو مرضي الوالدين، مرضي الوالدين ها هي امي حدايا، كنمشي نتقاتل كنمشي كنخدم. راكم عارفين هاد جا هاد الوباء، الله يرفع علينا هاد الوباء، الخدمه قلالت في العراس، ما قليله الخدمه. المهم كنمشي نخدم داكشي اللي قسمه الله، كنجيبو كنص كنعيش به وليداتي على قد الحال، والنص كنجيبو لوالديا باش نعاونهم. والد با في عمره 74 عام ما بقاش ديال الخدمه، با في عمره 74 عام بقاش ديال الخدمه، امي عايشه غير بالدوايات، عندها اصلا مرض مزمن عايشه غير بالدوايات، خويا معاق، خويا اللي كبر مني اللي غادي نعول عليه زعما باش غادي يوقف يعاونني حتى انا على دوائر الزمان ويعاونني على والدي، خويا راه هو حتى هو معاق، ما عنده مسكين ما يدير، الا ما جيتش انا نعاونهم وجيت نوقف معاهم، انا زعما طلبت المساعده، كهو زعما معروف وهادي، طلبته باش يعاونني، وكاع كنسعى والله كاع عادي ما فيها حتى شي عيب. جيت عندك طلبت قلت لك خويا راه عندي قناه، انا راه ديك القناه دايرها، انا راه ديك القناه دايره غير على قبل الوالدين باش نعاونهم، ما دايرهاش زعما باش اصلا انا متبع واحد الهوايه عندي، متبع اصلا انا موسيقي، انا داير داك المحتوى على الموسيقى وهادي ونشارك مع الناس، ندير مع الناس واحد المحتوى اللي زوين ومحترم، ما باغي نتعاطى، ما باغي نعير حتى شي واحد، انا داير واحد المحتوى اللي باغي نديرو زوين، ولكن هاد الناس هادو بحال حقروني وطيحوا مني وسبوني، والوالده كتسمع مني قال لي سير الله ينعلك الوالدين والله لا دوزها لك والله تغ... المهم انا راه هاد الاوديوات ما باغيش نسربهم باش يتسمعوا. المهم كل شيء عندي المعيور، عندي التهديد، هددني لا هو لا هذوك اللي خدامين معاه، واحد السيد راه خدام معاه وعيرني في كومونتير في القناه ديالي، الناس اللي كيتفرجوا في القناه ديالي محسن سلمى راه غاديين يشوفوا الفيديوهات كاملين وغادي يشوفوا التهديد اللي تهددت به. شنو هو انا؟ واش انا ماشي انسان؟
واش انا ماشي انسان؟ راه حتى انا انسان، حتى انا انسان، حتى انا ما خاصش بنادم يطيح مني اخويا. راه ماشي حس، راه شي حاجه لي بزاف. راه اي واحد، اي انسان بحالي راه غيحس بالحقره مني. وصل كتوصل بك واحد الدرجه اللي واحد كيسب لك والديك وكيعاير لك في والديك، هو راه غير ناضت وحده قال لك عيرت لي غير مرتو وسبات لي والديه. وهادي شوف فين وصلها، قال لي ما هي انا وصلتها فين تربى. وعلاش انا ما ياخذش لي القانون حقي انايا وياخذوا لي الجمعويين حقي اللي تسبيت وتعيروا لي والديه؟ والديه ما فيهمش هاد المعيور هادو، والديه شرفاء كبروني بالحلال وتمحنوا عليا وتعذبوا عليا وسهروا عليا، والحمد لله مرضي الوالدين كنمشي نتقاتل ونعاون والدي بداك الشيء اللي قسم الله، داك الشيء اللي قسم الله تنتعاون. وخا بحال هز انا خويا هز جوج عائلات، جوج عائلات اللي هزهم دق عليا من هاد الجي ومن هاد الجي، وينوض واحد يشتم فيا ويسب لي راه ماشي غنحس بالحقره، راه شي حاجه اللي بزاف اخويا. داك الشيء علاش النفس ديالي هي اللي خلاتني نهضر، وانا معايا الله، معايا الله سبحانه وتعالى وعاش الملك. الناس الا تبعوا هاد الشيء هذا راه غادي يعرفوا الظالم من المظلوم، ماشي غير حيت هو عنده معارف وعنده اللي يوقف معاه وعنده نفوذ غادي يتخطى اي واحد. حتى حنا راه معانا الله، حتى حنا راه معانا الله. الرساله اللي غادي نبغي نوجه لهذا الشخص هذا، قال لك اللي ادعى بالقوه كيموت بالضعف. ما خصوش يشوف بنادم ما عندوش ولا فقير ولا هادي يحتقر ويسب ليه والديه. شو هو غير مني تسبت لي غير مرته تعيرات؟ شو هو دار ضجة، دار ضجة ما خلى ما دار، مشى للمحكمة ما خلى ما دار. انا خوتي ما عنديش باش غادي ندافع على راسي ولا باش انا غنمشي نجري في المحاكم ولا غندير محامي. انا الغالب الله، انا مقاتلها مع الزمان ومقاتلها مع مقاتلها العار. نعاون غير والدي على كراهم ونعاون ونكبر وليداتي وندير لهم مستقبلهم، هادشي اللي كاين. ولكن كاين الله، الله يهدي ما خلق. هادشي اللي باغي نقول. وانا دويت على قبل حيتاش قال اخويا بلي قال واحد السيده راه مولا نوبه، زعما راه مني غنساليو لهذيك السيده غندوزو لهذاك الحيط القصير اللي ساهل بالنسبه ليه، غندوزو لهذاك الحيط القصير. انا خويا الا كنتي شاد عليا شي حاجه على الراس والعين، الا كنتي شاد عليا ضربتك ولا سبيتك ولا سبيت لك والدي كيف ما سبيتي ليا والدي، ولا عندك شي حجج ولا عندك شي دليل، مرحبا. انت انا شاد عليك الدليل، شاد عليك الدليل القاطع اللي كتسب ليا في والديا وانت اللي معيط ومعيط ليا ومعيط ليا في النمره ديال مرتي. ما عندكش الحق اصلا تعيط ليا في النمره ديال الزوجه ديالي، وانا جي عاد والديا نشوفهم والديا ولاو كيسمعوا في السبان. علاش حقره هادي؟ واش الحقره عندنا في البلاد؟ على واش حنا عايشين في غابه؟ حنا راه عايشين في وطن فيه الحقوق، فيه بزاف د الحوايج، ما عايشينش في غابه. ماشي القوي يقضي على الضعيف، لا كاين القانون. القانون لا كان كيجي من الحق غادي يجي غادي ما غاديش يشوف المستويات. القانون غادي يتبع يشوف الظالم من المظلوم، يشوف الظالم من المظلوم. ونخلي اخوتي الكلمه للوالده ديالي اللي تهانت وتعيرات في شي حاجه اللي ماشي ديالها، غنخلي لها الكلمه تهضر. السلام عليكم اخوتي. انا هذا السيد حقر ولدي يعيرني ويعيرني وانا قد مو عقلي ما يسبنيش، ومريضه انا عايشه عبد الدواء، عايشه عبد الدواء. انا عندي الله، عندنا الله سبحانه، فاش يعيرنا ويحقرنا ويقول هاد الناس راهم فقراء نحقرهم، ما يعيرش ولدي وما يعيرنيش انا. يقول لي سير الله ينعل لك الوالدين. انا راه قد مو ويعيرني انا اش بيني وبينه تيعيرني، وولدي باش خلطوا باش يعيروا ما عندو باش يخلطوا، يعير لي انا ولدي ولي عير لي انا. يقول لي سير الله ينعل لك الوالدين، تعدى عليه على هذه المواضيع. انا بعيد عليكم، انا بعيد عليه. الى عير ولدي انا بعيد عليه وما يعيرنيش، وما يقول لي سير الله ينعل لك الوالدين وما خالطو باش. هو اللي ظلمو معيط عليه ويقول لي سير الله ينعل لك الوالدين، ما حق لي ما يعيروش، مالو تيعيرو. حشاو يقول لك غيتابعو. اوكي الله سبحانه باش غيتابعو؟ باش اش داير هاد الدري؟ اش داير؟ داير شي حاجه؟ شافر قاتل؟ ما باش غتعيرو درويش ومرضي خدام على وليداتو خدام عليا، راه هازني بالدواء وهازني بداك. الله يرضي عليه، الله يرضي عليه، انا راضي عليه،
انا راه مرضي الوالدين، ما عايرك ما سبك ما والو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.